مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة، وسلام المسيح معكم جميعا مشاهدي قناة الحياة. مساءكم وصباحكم يكون مليان بالنعم والبركات النهاردة من إيدين الآب السماوي الغنية، سامع الصلاة الذي يأتي أمامه كل بشر. كل بشر محتاج محبته وعطشان لقربه وطالب حكمته. بصلي أنه أنتي وإنت النهاردة تكونوا منه. حلقتنا النهاردة مسجلة، لكن خطوطنا مفتوحة ليكم للاتصال والصلاة والسؤال زي ما عودناكم، وخاصة الحلقة دي عن الأسئلة. عنوان حلقة النهاردة هو ممنوع السؤال، مش ممنوع عندنا، تقدر تسأل. في الحلقة دي هنناقش فكرة السؤال في الإسلام والمسيحية، إيه اللي ممكن تسأل عنه، إيه اللي ممنوع تسأل عنه، إيه المحبس تسأل عنه. بين الإسلام والمسيحية هناك فرق كبير. هنتكلم عن سؤال إله الإسلام، تقدر تسأله على أي حاجة، تقدر تتكلم معاه مباشرة كده وتسأل في أي شيء. هنتكلم عن سؤال محمد، مين اللي بيرد، تقدر تسأل محمد في أي حاجة ولا لا. من السنن ومن الحديث ومن القرآن ويعني الأثر الإسلامي كله هنلاقي أنه في أحداث خاصة بتورينا إيه اللي تسأل عنه وإيه اللي ما تسألش عنه. الكتاب المقدس شيء آخر، هنشوف فيه إزاي تكلم الله مع الإنسان، إزاي الإنسان تكلم مع الله، لماذا تكلم الله مع الإنسان. وكل ده في الإسلام، في اللي مسموح به وفي اللي مكروه، وفي اللي إذا فتحت بقك في السؤال فيه تنال ما لا يرضيك. وحنختم طبعا بفكرة السؤال في المسيحية وأعماقه، وكيف تعامل المسيح مع الأسئلة والسائلين، لأنك مهم عند الله. الحلقة دي مهمة قوي ليكوا النهاردة وليا، وأنا شفت فيها إزاي الله ميزني أنا شخصيا ويميزك أنت أيضا، ويتعامل معاك أنت شخصيا على يعني حسب سؤال قلبك اللي في أعماقك، علشان هو مهتم بيك أنت شخصيا. أوكي؟ في الحلقة دي هتشوف قلب الله الحقيقي تجاهك. خلينا نبص على فكرة السؤال، ليه الناس بتسأل؟ يعني ما اعتقدش ان حد ممكن يعترض على ان الانسان مولود بيسأل اسئلة. اول ما نعرف نتكلم لازم نقول ليه وده فين وده ازاي وده حصل ليه وفين ربنا وفين ده وانت ليه عملت كده، طب ودي ليه بتشتغل لوحدها وكده، يعني مش كده كلنا. فكرة السؤال في امور الحياة والكون ونفسك والله وكل اللي حوالينا مهمة جدا، لأنها بتنمينا، منها بنكتشف ونفهم ونؤمن ونبدع ونتخيل ونكتب ونبني ونعلم ونتعلم ونخترع ونتطور، ونعتنق طرق وأفكار جديدة ومفاهيم وأساليب حياة جديدة، ونتطور ونصل بالأسئلة وبقيادة الله إلى معرفة الله. أما تقعد مع حد وتقعد تسأله أسئلة، تسأله أسئلة ليه؟ في ناس بتسأل يعني حشرية، وفي ناس بتسأل عشان عايز تعرفك. من الطبيعي إنه يعني من أداب الحديث إنك تسأل الشخص عن نفسه مثلا، يعني إزاي العيلة، انتوا منين، شغلك بتشتغل ايه، بتحب شغلك ولا لا، يعني إيه؟ في اسئله مش حشريه عامه، لكن تعرفك انت بتتكلم مع مين، يعني بتتكلم مع فنان ولا بتتكلم مع دكتور ولا بتتكلم مع مهندس ولا بتتكلم مع صنايعي بيشتغل بايده كل يوم وينتج ويبدع. يعني عارفين مهم السؤال علشان نعرف الحياه
ونعرف الناس. فبالأولى إننا يكون عندنا أسئلة تعرفنا إزاي نوصل لله. السؤال بيفتح الفهم وينميك ويثبتك، وهو جزء من فردية الإنسان، خصوصيته. وده الفرق بيننا وبين مخلوقات الله جميعا. المخلوقات التانية لا في سمك بيسأل أسئلة، ولا في حمار وحشي بيسأل سؤال، ولا في الماشي في الغابة يسأل أين أجد السوداني مثلا. يعني معلش، الله ميزك بالفكر والاشتياق لي وحب معرفته والسؤال لأنك بتفكر. وده الفرق بين الإنسان وبين المخلوقات الرائعة اللي خلقها ربنا في الكون كله. لكن التعليم الإسلامي دايما نيجي كده نروح داخلين في حيطة سد. التعليم الإسلامي يقهر هذه الموهبة الرائعة من الله ويحددها. في آية قرآنية شهيرة جدا في سورة المائدة 101، خليني أقول قبل ما أتكلم في الآية ونقرأ الآية، أنه أنا يعني اتكلمنا على المرأة المسلمة على الآية دي قبل كده، واتكلمنا في حلقات كثيرة على قناة الحياة عن هذه الآية، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، مش كده؟ اتكلمنا فيها كتير، ولكن من منطلقات مختلفة. لما أنا يعني كنت بفكر الآية من منظورها العام، أنا كنت عايز أشوف كل التفاسير كتبت إيه علشان أشوف اتجاه أن الإله يقول ما تسألوش على حاجة عشان لو سألت هتتضايق. طب أنت مخبي لي إيه علشان أتضايق منه أو أزعل منه أو أخاف منه؟ مخبي لي نهاية سيئة؟ طبعا. مخبي لي حاجات لا تتفق مع إله قدوس؟ طبعا. وأيضا أمور أخرى هنتكلم فيها النهاردة. فالنهاردة أنا واخدة الآية كمثل، ووريكم المثل ده مصادره إيه، وعايزين نشوف الـ الـ الأسباب نزوله كانت إيه، علشان تقدر تربطها بليه قال للمسلم ما تسألش عن حاجات معينة. فالآية بتقول كده: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وبقيتها بقى اللي احنا دايما مش بنكملها، ولكنها لا تنفع في شيء حتى لما بتكملها: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم وعفى الله عنها والله غفور رحيم. أنا يعني عندي مشكلة في تكوين الجملة أصلا، يعني إيه عفى الله عنها؟ عن السؤال ولا عن الحاجات المسؤولة ولا عنك ولا إيه؟ أوكي؟ عارفين المقولة العامية اللي احنا بنسمعها بقى في الأفلام ولا بنسمعها في بيوتنا، تيجي واحدة تسأل جوزها سؤال فيروح شايط فيها فتقول له: الله، هو السؤال حرم؟ مش كده؟ ده بقى الآية دي هي مصدرها، لأنه من الآية دي تفهم أنه في أسئلة لا تسأل، وأنه هناك شيء في السؤال اللي خلى إله الإسلام يستدعي طلب الغفران والعفو من هذا الإله. لما نقرأ التفاسير ونسمع الشيوخ هنفهم كده. السؤال حرم في الإسلام لأنه مخيف. السؤال نفسه مخيف أحيانا، بيخاف منه المسؤول اللي انت سألته ده، ولأنه بيكشف أسرار المتحدث والناقلين. الـ بعض الأسئلة اللي سؤلت لمحمد كانت يعني أسئلة كانت بتحرجه. لما يسأل عن الله، لما يسأل عن يوم الآخر، لما يسأل عن الروح، في حاجات كتير. بس هو بقى إيه؟ في أسباب نزول هذه الآية وأسباب حدوث الحديث اللي احنا يعني هنعرضها النهاردة، هو جيب بقى في الهيفا وتصدر عشان يقول لهم ما تسألوش. فاحنا هنشوف
الثلاث اسباب او الاربع اسباب اللي نزل بسببها هذه الآية. نسمع الاول الفيديو اللي جاي ده للشيخ العوضي وبيقول لنا كده في مقدمة صغيرة عن الآية واسباب نزولها. تفضل. نعم، سبب النزول داخل أصالة في الآية وتفسيرها، ولكن لا تقتصر عليه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. إن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يقول لأصحابه سلوني سلوني، فقام رجل يسأله قائلا له: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طيب، أسباب النزول مهمة. أوكي، وهو هنا بيحكي لنا قصة، يعني أنه في يوم من الأيام وقف محمد ووعظ وعظة بقى، ولا الكلمة اللي بيقولها دي، وكانت مؤثرة جدا وعميقة. وبعدين وقف بقى قال لهم، لا الناس يعني ساكتة ولا حاجة، اسألوني اسألوني. فواحد راح واقف وسأله: مين أبويا؟ الراجل ده ليه قصة، ومحمد عارف القصة، فقال له: أبوك فلان. الراجل ده اسمه حذيفة، وهنسمع قصته في الآخر. لكن هو سأل مش سؤال تافه، هو سأل لأنه متألم من شيء ما حاصل في حياته. فقال له: أقعد وإيه وخلاص، أنا رديت عليك. وسابه، ونزلت فيه آية تمنع بقى أنه يسأل هذا النوع من الأسئلة. بعض الأسباب اللي جت في تفسير نزول الآية إنه بيقول لك إنه مثلا في أمور النسب الواحد ما يسألش عشان ما يبقاش فيها فضايح. يعني حذيفة كان عنده مشكلة في النسب، فبلاش فضايح يعني. لكن أنا عايز أقول لكم حاجة، هنتكلم في قصة حذيفة بعدين، لكن المهم في قصة حذيفة وفي السؤال وفي نزول هذه الآية هو السؤال نفسه، الأسلوب إنك تسأل. هو وقف قال لهم اسألوني، لما سألوه أحرج وقال له اقعد. لكن لم تذكر مثلا الناس سألوه في إيه تاني. هنشوف بعد كده إنه إزاي عامة الناس كانت بتسأله على إيه، فزهق من التفاهات أو من الإحراج وقال لهم ما تسألونيش بقى تاني مثلا يعني. أوكي، لكن الفكرة أرجع تاني لأنه المشكلة أنه السائل يضع المسؤول في حرج. أوكي، لأنه ما عندوش أدوات يتعامل بيها مع إنسانية هذا الإنسان. قبل ما أخدكم لموقع إسلام ويب، عايز أقول لكم فكرة معينة. لما يجي ابنك أو بنتك يسألوك أو يسألوكي سؤال صعب، أوكي، مثلا احنا بيسألك مثلا على انت وماما بتتخانقوا ليه مثلا، فلما تيجي تشرح له او تشرح لها تقول له: طيب انا هقول لك ردين. واحد يقول لك: وانت مالك يا ولد، ما تسألش الاسئلة دي، انت بتتدخلش. والتاني الام مثلا تيجي تقعد معه وتقول له: طب حبيبي انا اسفه انك انت سمعت ان احنا بنشد مع بعض، لكن عايزك تفهم انه انا وبابا بنحب بعض جدا، لكن قول لي انت خفت لما شفتنا بنتخانق؟ روح لقلب السؤال وقلب السائل. فالولد يقول اه، فتقول له: لا انا وبابا بنحبك ونحب بعض واحنا تصالحنا، ونطمنه ونهديه ونرد على سؤال قلبه. الله بيعمل معانا كده. لكن المسؤول ما كانش قادر يعمل كده. اوكي، خلينا بقى نروح لاسلوب السؤال في الاسلام وايه المسموح وايه اللي مش مسموح بيه. في من موقع اسلام ويب
وتحت عنوان الأسئلة المذمومة في الشرع أو حاجة زي كده. نشوف كده، شوف الصورة اللي جاية دي. أنا حطيت لكم الصورة عشان تشوفوا. أدي رقم الفتوى موجود، تقدروا تلاقوا الفتوى، والعنوان أنواع الأسئلة المذمومة في الشرع. يعني إيه الأسئلة المذمومة؟ الإنسان ممكن يسأل في أي شيء إن كان صادق في الأسئلة، أو إن كان، وحتى لو حد يعني بيستعبط في السؤال لازم تفهم هو بيستعبط ليه، وتحاول توصل لعقله وقلبه، يمكن يتصلح، يمكن يفهم، يمكن يبتدي يسأل حقيقي، مش كده؟ لكن إنه يكون في عنوان للأسئلة المذمومة في الإسلام دي مشكلة، لأن الأسئلة المذمومة نفسها اللي حط لنا الليستة بتاعتها مشكلة. لكن خلينا نسأل، نقرأ سؤال السائل من على الويب سايت. أوكي، ده خاصة إن ده الموقع اللي أنت بتروح عشان تسأل، يعني هو ده موقع مخصص للأسئلة. أوكي، فبيقول السؤال كده: في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، نفى كثرة النسيان لأنه نفى صيغة المبالغة، ولم ينفي اسم الفاعل، ولم يقل مثلا، فما قالش وما كان ربك ناسيا. هذا يعني وفق منطوق الآية أن الرب قد ينسى، فهو عنده مشكلة، بيقول أنه منطوق الآية بيقول أن الرب نساي يعني. وبعدين نكتشف بقى في الآيات القرآنية أنه نساي فعلا، بيقول الحاجة ويرجع ينسخها، بينسى زي محمد. في قوله تعالى بقى بيكمل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، نقط، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، آل عمران، ثم يقول الحق فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، آل عمران. فمن تولى من يعني الأنبياء بيتولوا. ما انتوا قلتوا أن الأنبياء معصومين، بتلخبطونا ليه؟ الراجل عنده حق. ويرجع تاني يسأل في نقطة تالتة، ويسأل على محمد بالذات، ويقول: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يؤتى به بما غل يوم القيامة. ودي برضو آل عمران. فبيقول له: ومن يغل ممن؟ من النبيين. وبيقول له يعني: من فضلك انظر في مصادرك ومراجعك، ولا تتعجل ولا تتسرع، أرجو الرد وشكرا. أوكي؟ طبعا ده واحد بيدرس وعنده أسئلة، بيذاكر في القرآن وعنده أسئلة، من حقه. هل أنتوا يعني لما بتقرأ حاجة في القرآن ما عندكش سؤال؟ يعني أنا قضيت شوية وقت أقرأ كده في الآيات اللي قبل والآيات اللي بعد، حسيت أنه بصداع، لأنه ما فيش حاجة مربطة ببعضها، فلازم يكون عندي أسئلة. أنا إنسانة وبفكر، ناهيك عن إني باحثة أو غير باحثة، أنا إنسانة وبفكر. لو فتحت كتاب ولقيت كلامه مش راكب على بعضه، أو لغته مكسورة، أو يعني you know، أو مش موديني في حتة، هسيبه بقى، مش كده؟ فمن حق الإنسان أن يدرس. واحد بيسأل وبيدرس وعنده سؤال، من حقه أنه يترد عليه طبعا. بس فاكرين بقى لما قلت لكم لو سألت سؤال، لما تسأل في ما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك. وطبعا يعني ما فيش حاجة اسمها ما لا يعنيك، لأنه ده يعني قلب حياة المسلمين. فاسمع بقى أسلوب التعالي بقى اللي رد عليه بيه الشيخ. يعني احتملوني، لازم هقرأ لكم الرد بأسلوب هذا الرجل اللي رده، هو شيخ طبعا، ويعني ده أسلوب ردهم عليكم دايما. فبيقول له إيه بقى: فإن لك عدة أسئلة، بعد طبعا الحمد لله والصلاة على كل بقى، كل الكلام بتاع الدباجة بتاعت المفروض بقى التعظيم والتبجيل، وبعدين يروح يدخل في الشتيمة بقى بعد كده. فإن لك عدة أسئلة تسبح في فلك الاعتراض على أساليب القرآن العظيم، باعتراضات باردة، باعتراضات
باردة ساقطة جمعت الجهل بالشرع واللغة مع ترفع وعلو بأسلوب ينضح بسوء الأدب مع كتابة الله جل وعلا والجراءة والتحدي للمسؤول، يعني ليه أنا بقى أنت اللي بتسألني. والذي يبدو لنا أن مثل هذه الأسئلة بهذه الطريقة في الطرح لا تكاد تصدر إلا من أحد رجلين، إما مبتغ للخصام والجدل وإفحام القائمين على الموقع، وإما شخص يريد الطعن في كتاب الله جل وإظهار النقص فيه. وطريقتنا هي الإعراض عن هذا الضرب من السائلين، وهذا أقل ما ينبغي أن يعاملوا به. اتشتم وتكفر وتهزأ وقال له أنت ما تسويش حتى أن احنا نرد عليك، لأنه سأل، لأنه سأل أسئلته منطقية ولا لا؟ منطقية. ولو لم تكن منطقية لك هي منطقية لي، مهمة عنده. يعني كنا بنتعلم زمان من قال لا أعلم فقد أفتى. ما تقول له يا أنا مش فاهم سؤالك، إيه ده السؤال؟ you know؟ أو مثلا تحرى الأدب في السؤال عن الله ما أعرفش، حتى تحرى الأدب دي غلط. وبعدين يعني التعالي على السائلين كأنهم طبقة ونوع خاص من الناس والباقي تابعين، زي كده. وبعدين يرجع بقى يروح هيرد عليه، يروح مرجعنا بقى لأجهل العصور ويرد عليه بأمثلة من الصحابة. وأنا الحقيقة يعني عجبني المثل اللي هو أخده ده، لأنه ينم عن على قلب ما يعلم الإسلام في الرد على من يسأل. اسمع كده، قال ابن تيمية حكيا طريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابهة بالغوا في كف، وطار بالقول العنيف، وطار بالضرب، وطار بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمساءلته، يا نضربك يا نشتمك يا مش هنعبرك. في القصة اللي جاية دي هتلاقوا كل ده بيتبلور. لما بلغ عمر ان صبيغا يسال عن المتشابهه، عد له عراجين النخل او عراجين النخل، عراجين النخل. فبينما عمر يخطب قام فسالوا عن والذاريات ذروا فالحاملات ومش عارف ايه، وراح ايه قاري بقيه الايه وما بعدها. فنزل عمر وراح قال له ايه، لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك بالسيف، الذي فيه عيناك بالسيف، يعني راسك دي كنت ضربتها بالسيف. انا مش عارفه محلوقا دي يعني ايه، مش مهم، بس هو بيقول له انا كنت هضربك بالسيف. ثم امر به فضرب ضربا شديدا وبعث به الى البصره، وامرهم ان لا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمه أمير المؤمنين، فتفرقوا عنه حتى تاب. وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجلسته. فلما خرجت الخوارج أتى فقيل له هذا وقتك، فقال لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. الراجل سأل سؤال فضرب بجريد النخل ضرب مبرح، وبعدين نفوه، وبعدين وهم بينفوه ودوه للبلد اللي هيروح فيها بجرسة بفضيحة. يعني انت مش تروح تبتدي في حتة تانية عشان الناس اللي هنا انت مفضوح امامهم، لا، انت هتروح هناك وهتروح بفضحتك، ويقول لك بقى زي ما يكون واحد جربان. اوكي، فطبعا نفس الراجل اتكسرت، واكيد بقى عار لعيلته. وفي هذا المجتمع، تخيل نفسك بتعيش في هذا المجتمع، يجي يقعد مع حد يقوموا يسيبوه وهكذا، لحد ما قال لهم لا 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 لا، انا مفيش في حاجه، مفيش، مش هفكر خالص، ما عنديش اي سؤال، الحمد لله تبت، انا عايز اعيش.
مش كده؟ هل هذا تربية روحية؟ تدريب على الإيمان؟ لا، ده تدريب على الرعب والغباء يعني إيه؟ وقف نمو الفكر في الإنسان، وقف نمو خالص. دي طريقة في الرد على السائلين، طبعا ده تهديد للسائل مباشر يعني. ولما سئل مالك بن أنس فقيل له يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء يعني العرق، عرق مش عارف يرد، أعمل إيه؟ أقول قاعد؟ أقول لي مقعدة؟ أقول في كرسي يقعد عليه؟ مشكلة بقى. أوكي، فقال له و يعني الناس بقى فضلوا مساهمين منتظرين إيه اللي هيجيء منه. فرفع رأسه إلى السائل وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج. من وقت محمد إلى الآن هكذا يعامل السائلون. كي؟ خلينا نرجع لأسباب نزول الآية دي، وهي مفتاح المشكلة بصراحة، لأنه الآية دي هي اللي ابتدت فكرة أنك ما تسألش في حاجات ما تسألش فيها. هو مفتاح يفتح الصندوق الأسود للإسلام ويدخلك فيه. بصلي انكم جميعا تخرجوا من هذا الفكر المسلم. خلينا نشوف في الفيديو اللي جاي تعليقه على ايه نوع الاسئله اللي كانت الناس بتسالها. تفضل. وسبب نزول اخر اخرجه البخاري من حديث ابن عباس ان الناس كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسئله على سبيل الاستهزاء او الانتقاص. كانوا يسألون أين ناقتي يا رسول الله؟ أين ناقتي؟ أين جملي يا رسول الله؟ أين ثوبي؟ أسئلة على سبيل الاستهزاء. من أبي؟ من أخي؟ أسئلة على سبيل الاستهزاء. فنزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. المشكلة أنه محمد اللي متضايق، مش كده؟ الناس بتسأله. تخيلوا في هذا العصر الناس كانت بتروح للعرافين وتسألهم أنا الجمل بتاعي ضايع، ممكن تشوف لي هو فين، وهكذا يعني، مش كده؟ فما كانتش حاجة غريبة على المكان اللي هم فيه. لو أنا في مكان وحد بيسألني السؤال ده، هاخده فين؟ هاخده للمكان الروحي أولاً، اللي يوريه أنت بتدور على إيه. انت عايزني اسحر؟ انا انسان ما عنديش اي امكانيات، لكن انا اقدر اقول لك فين المصدر اللي تقدر تروح له. صلي، اسال الله انه يعيد لك اللي ضاع منك. اوكي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه انت بتفكر في حاجات بعيده عن الله. التنجيم غلط، العراف غلط. انا مسؤوليتي كنبي ايه؟ انا مسؤوليتي كنبي ان ارشدك الى معرفه الله. أنا ما فيش في إيدي إن أنا نجم لك، لكن أسكت واستهزأ بالناس يبقى أنا ما عنديش القدرة على التواصل مع الله. هو طبعا محمد ما كانش عنده القدرة على التواصل مع الناس، ولا إلهه عنده قدرة على التواصل مع الناس خالص. في كل ما نقرأ فأحرج، لأنه في هذا الوقت عشان تبقى بقى يعني ليه نبي وليه كرامات، يبقى كويس انه يعني ينجم. فهو اختياره هنا انه يسكت ما يردش عشان يعني يمكن يكون عارف بس مش عايز يقول. اذا كان بيخلي الناس يتوضوا بالبصاق بتاعه، فازاي انت عايز تجر الناس دي من انها عندها يبقى فهم عقلي وعلاقه شخصيه مع الله او طاعه على حسب الإسلام، وانت بتخليهم يتبركوا بيك؟ لخبطة. اوكي، الإنسان الجسدي دايما مرتبط بالجسد، فالناس دي كانوا مرتبطين بالجسد بس، لأنه الإسلام لم يقدم ليهم
شيء روحي يعطيهم السلام والارتباط بالله والوعي بقى عن ان هم بيدوروا على ايه. لما يكون في نبي بيتكلم ومعطى رساله من الله، انا قلت لكم قبل كده انه الانبياء في الكتاب المقدس كان ليهم يعني نبوات معينه الله يقولها لهم فيوصلوها، مش بقى كتب ومش عارف ايه والكلام ده ونزلت رساله مش عارف مين. لا، انا ليا رساله في الحياه باديها علشان اوصل الشعب ده لمعرفه الله. فمهمه النبي انه يوصل للناس معرفه صاحب الرساله. هو ظرف بريد حامل رساله. فالانسان الجسدي زي محمد يضفي على نفسه فخامه، اما الانسان الروحي يوجه الكل لصاحب الرسالة. إيه؟ لو كان محمد من عند الله كان رد بطريقة مختلفة تماما. المسيح لما الكتبة جم وسألوه عن، خليني أرجع للنقطة دي، المسيح الكتبة سألوه عن، أعتقد في حادثة أو معجزة المفلوج. جم الناس قدموه للمسيح والراجل كان مشلول ونايم على سريره. فلما بيقول كده الكتاب، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ المسيح الله الظاهر في الجسد فهم ما في قلوبهم، ورأى واستحسن أنه يرد على ما في قلوبهم عشان يفوقوا. فقال لهم إيه؟ قال لهم: أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك وأذهب إلى بيتك. فقام ومضى. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطان مثل ذلك. المسيح كالله الظاهر في الجسد وهو على الأرض كان بيوجه النظر إلى الصورة الأعظم، الله مصدر كل شيء. الله بيهتم بشخص الإنسان، كل فرد بذاته، أما محمد فلم يهتم إلا بصورته الشخصية فقط. كان ممكن يرد على مغزى السؤال بدون فلسفة، يقول له: يا ابني أنا معرفش، أنا بجيب رسالة اللي بينزل عليا بديه لكم مثلا. دول كانوا أطفال في الفهم، وهو المفروض أنه عنده رسالة من الله، وده يثبت لك أنه هو ورسالته ليسوا من الله. خلينا نشوف السبب الثالث في الفيديو اللي جاي ده، اللي خلى يقولوا أنه هو ده من أسباب النزول أيضا. نشوف الفيديو. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالشخص لا يتنطع، لأن كلما تنطعت في السؤال كلما شق عليك الأمر.
انا يعني لو انا اطلع على البرنامج ده، سامحوني الكلام ده مش يعني لا يقال، لكن اني واحد يتصل بيا فاقول له لا تتنطع في السؤال يا اخي، ايه ده؟ ازاي؟ منين جابوا الناس دي هذا السلطان على انه يقول للانسان انت من حقك تقول ولا مش من حقك تقول، ولا انت بتقل ادبك بهذا الشكل؟ اوكي، خليني ارجع بقى لفحوى القصه دي. هو بيقول لك انه هو بيتكلم عن فريضه الحج، فواحد ساله هو كل سنه ولا مره واحده، ف قال لهم بقى سيبوني بقى اللي انا ما قلتوش ما تسالونيش فيه. بهذا المعنى سؤال، هل السؤال ده غير منطقي؟ لا، واحد لاول مره بيتكلم معاه عن فريضه الحج، اوكي، من حقه انه يسال. انا ولا مثلا انا شفتك رايح مرتين ثلاثه، او اعملها بقى انا كمان كل مره كل سنه ولا ايه؟ لازم نفهم انه مش من الغريب ان الناس دي كانت تسال الاسئله دي. واحد بيقول لهم كل بايدك اليمين وامسح مش عارف ايه، والاصابع يبقوا ازاي، وارفع صباعك ازاي وانت بتسق، ايه يعني تفاصيل تفاصيل التفاصيل في الحياه في التفاهات. فانت جاي تقول له انه الحج الفريضه اللي ركن من اركان الاسلام لما يسألك عنه تسكت؟ سؤال. رده بقى في هذا الأمر، الراجل بيقول له كل سنة فسكت، فقال له لو أنا قلت كل سنة لفرضت. مين اللي بيقرر؟ محمد أم إلهه؟ ليه محمد لم يفسر الأمر؟ يعني فيش أسهل من كده، يقول له لا هي مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. مش احنا اتعلمنا كده؟ يعني ليه الراجل ده بالذات انت ما قلتلوش بقى لما استطاع اليه سبيلا؟ ولا دي بقى من الـ دي بقى جايه من اللي جم بعدك بقى يعني يكملوا كل المتروك، كل اللي انت ما قدرتش ترد عليه. اسال نفسك، من يقرر، محمد ام الهه؟ لماذا لو قال محمد لفرض؟ فرض المفروض يجي من الله. انا جالي تصور في حاجه من اتنين، يعني وانا بقرا القصه في تصور في ذهني حاجه من اتنين، يا اما محمد يعني فكر كده ونسي، او مثلا يقول له انا بصراحه نسيت اسال، فقام بدام نسي يسال يروح حاطط نفسه بقى في موقف موازي لهذا الإله، يعني نسي يسأل أو بيحط نفسه في موقف أو في مكان موازي لهذا الإله. خلينا نشوف تعبير آخر عن أو يعني تفصيل آخر للأسباب، سبب من أسباب نزول هذه الآية في الفيديو القادم. على الإنسان أنه ما يسأل أهل العلم إلا ما يحتاج إليه، ولا يكثر الأسئلة، لأنه ربما يسمع جوابا ليس من صالحه. نعم. تسأل عنها حين ينزل القرآن على وقت الوحي. نعم. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تبدى لكم، يعني تبين لكم، وهذا هو المحذور، أن الإنسان قد يسأل أسئلة لا تكون في صالحه، وقد لا يعمل بها فيأثم بذلك. الإنسان في عافية، إلا ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه فإنه يسأل عنه. خليني بأحكي لكم قصة حذيفة. حذيفة كان اللي قاله الشيخ ده واللي قالوه الكثير من الشيوخ، إنه كانوا الناس لما بيتعاملوا معاه إذا اختلفوا في حاجة يقولوا له أنت مش ابن أبوك، فزهق بقى من الكلام ده، وكل واحد عايز يهزه ويقول له انت ابن زنا. فسؤال حذيفه كان عنده سؤال حقيقي،
يرد عليه، يرد عليه. اوكي، يعني واحد من اتباعه حالته النفسيه تعبانه، انا بتهزق كل يوم ومحمد عارف، فرد عليه قال له انت ابن ابوك. اوكي، ومن بعدها قال محدش يسال في الحاجات دي تاني. لكن محمد لم يتعامل مع ألم هذا الرجل وأيضا سوء أدب أتباعه، فكان ممكن ينظر إلى الجميع ويقول ما يصحش أنكم تتعاملوا كده مع بعض، وما تتكلموش وما تغتبوش هذا الشخص، وأنتوا سببتم ألم لهذا الإنسان وده لا يقبل عند الله. يعني هناك تعامل روحي كان ممكن يجي من النقطة دي، لكن محمد ساب خالص، مشي الناحية التانية وسكته وخلص الموضوع علشان يمشي. النقطة الثانية انه يعني حذيفة بقى قال له، بيقولوا له انت بتسأل، يعني بتسأل الأسئلة دي ليه؟ فقال لهم يعني لو كان حتى قال لي انت ابن عبد اسود لتبعته. شايفين الاستهزاء حتى يعني بإنسانية الإنسان والاختلاف وفي مفهوم مساواة الناس ببعضها، لا أبيض ولا أسود وكده، لا ده كان موجود، وكان موجود عند محمد كمان، لأنه هو نفسه خرجت منه أحاديث في هذا الاتجاه. فهو لم يكن يعلم الناس روحيا ولا إنسانيا، كان يبني مملكته الخاصة وله أتباع. الشيخ بيقول لك أنه يعني الإنسان لو سأل ممكن ده يخالف مصلحته. طب أنا عايز أسأل سؤال، عن أي مصلحة بتتكلم؟ المصلحة الروحية ولا المصلحة الجسدية ولا المصلحة المجتمعية؟ عن أي مصلحة أنت بتتكلم؟ يعني لو خدت مثلا واحد يسأل مراته أنت خنتيني مثلا ولا حاجة زي كده، طب ما نعلم اللي بيسأل الغفران أو سؤال الله في الأمر مثلا، يعني هو يقول لك لا ما تسألش، ده مش حتى قال لك لا ما تسألش، ده قال لك لا ما تسألش، وكمان لما تيجي رايح بيتك ما تبقاش تروح بيتك بالليل إلا لما تتصل أو تبعت لهم حد يقول لهم أنا جاي. وطبعا أنتوا عارفين الباقي ليه بيعمل كده، ده مش أدب، ده تغطية على خطايا التعامل مع الظاهر فقط، مصلحة السائل. أنا مش عايزة ما تروحش تكتشف أن مراتك قاعدة مع أو بتخونك أو مع شخص غيرك علشان المصلحة أن الأمور تمشي، ما عندوش مشكلة مدام مش معروف، مدام مش معلن، لا تجهر بالخطية، مش كده؟ أنا أما كنت أسمع مسألة أنه الواحد لا يجهر بالمعاصي، فكنت أقول مثلا أنه يعني ما تقولش علشان خاطر يعني ما تبقاش ما تأذيش غيرك، أو مثلا لو واحد بيشرب خمرة وده ممنوع فبلاش تشرب خمرة جوه، أقل ذنب أنك تشربها يعني بره في المطعم، ولا اقل ذنب انك تشربها في البيت فما حدش شافك. انا بصراحه كنت فاهمها كده وانا صغير، لكن المساله اعمق من كده كتير. المساله انه ما دام ما حدش شاف يبقى كله ماشي، يبقى ربنا بقى يخلص منك وخلاص. ما هو انت ربنا هيخلص منك، هيخلص منك هذا الاله لا ينصب الا شباك الهلاك. والمصلحه يا اخواتي، المصلحه الشخصيه باب واسع للمشاكل، لأن مصلحتي الشخصية قد تؤثر على مصالح الناس كلها اللي حوالي. إن لم يكن في إله صالح يعلمني البذل والموت عن الذات، وطبعا ليس هذا هو إله الإسلام أبدا. فالمصلحة باب واسع لغرائز الإنسان وإشباع طبيعته البشرية ودفن الروح، لكن من المشاكل بقى انه الاسلام حط الاتجاه في السؤال على ما ينفع حياتك الخاصه، ويقول لك ايه
من حقك انك تفهم امور دينك. لو فكرنا بقى ايه هي امور الدين اللي بيسأل عنها الشيوخ ومعمول لها اكشاك فتوى في المتروهات والالاف والملايين من الفتاوي اللي يفخر الازهر بانها موجودة وحصلت من سنة لسنة، وازاي الفتاوي بتزيد من سنة لسنة، تؤكد جهل الانسان المسلم بكيف يعيش مع الله حياة تربطه به لأنه محتاس. وكل اتجاهات هذه الفتاوى في الغسل والجماع والطلاق والخطايا الجنسية والنسب والكلام ده كله، واتجوز بنتي ولا ما اتجوزهاش، البنت من الزنا، تحللي ما تحلليش، الكلام ده كله، ده المجموع بتاع ايه الأسئلة اللي بنسمعها كل يوم على التلفزيونات والكلام ده كله. وصوم لحد امتى، ولو شربت نقطة مية، والحقنة تفطر ولا ما تفطرش، تفاهات كلها مسائل جسدية بشرية، ميراث من البزاءات الجنسية والتفاصيل البدائية لا علاقة لها بالروح وبناء علاقة مع الله. في الكتاب المقدس الله تواصل وتحدث وتراءى للإنسان من بدء الخليقة إلى اليوم. الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من آدم إلى اليوم كان الله يتحدث ويتواصل مع الناس ويتراءى ليهم ويظهر ليهم ويتكلم معهم بصور مختلفة. من الصعب أني أفكر في كيفية الصورة اللي رسمها لنا الله في سفر التكوين عن خليقة آدم وما تأثرش بالعلاقة الشخصية اللي كانت بين آدم وحواء والله، برغم أنهم أخطأوا، لكنك ترى إصرار الله على عودة آدم وأبنائه إلى أحضان الآب مرة تانية من أول الكتاب لآخره، لأن الله شخصي جدا. عايز أوريكم أمثلة في الكتاب المقدس عن مثلا كيف تحدث الأنبياء مع الله وكيف تحدث الله معه. الله بشخصه الكامل القدوس العظيم المهيب كان بيتكلم مع الأنبياء بشكل مفتوح. خلينا نشوف كده حديث موسى مع الله. في لقاء موسى مع الرب لما شاف الشجرة أو النار المشتعلة دي وربنا جذبه لي وناداه فرح له كده، فربنا بيقول له أنا سمعت صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريين، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فموسى يرد، هو واقف قدام ربنا بيكلمه في معجزة إلهية عجيبة، فيرد يقول له إيه، من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فالرب بصبر قال له إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك، وحينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى ها أنا أتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. وقال الله لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أباكم إله إبراهيم، وهكذا. موسى بعد كده يقعد في حديث مع ربنا يقول له طب ممكن تبعت أخويا معايا
فالرب يقول له انا اللي بقول لك، يعني بمنتهى البساطه كده، انا اللي بقول لك، انا اللي خلقت فمك، انا اعطيك، انا اساعدك، ولكن خلي هارون يبقى فم ليك يساعدك، مفيش مشكله. حديث بين اله الكون وانسان، اختاروا الله واعدوا الله. موسى كان عنده 80 سنه، يعني مش شاب عنده 20 سنة ولا 15 سنة مش عارف يتكلم مع الله ازاي، او قيمة الحدث اللي هو فيه، لا ده فاهم، ولكنه ايضا تحدث مع الله والله اعطاه مجال. عبر الكتاب المقدس كله الله يتكلم بهذه الصورة مع ابنائه، مثلا مع داود الله كان بيسمع آلام داود ويقول له يعني لماذا تركتني يا رب، مثلا كتير كان يقول انت فين يا رب، انا مش شايفك، انا محتاجك، انت تركتني لماذا. بيسأل ربنا، بيسأله ليه بينجح الأشرار والأبرار، لماذا يعانون مثلا. أيوب واللي كان في مرار وألم وكده، الله سمع ألامه وعارف ألامه وكان متعايش مع ألامه وتعامل معها. أيوب اشتكى في الآخر في الإصحاحات الأخيرة، لكن الله رد عليه قال له أين كنت عندما كذا، وأنا خلقت كذا وعملت كذا، أنت عملت إيه لما أنا عملت كذا وكذا وكذا. تعامل معه بقوة الإله وعظمته، ولكنه لم يقتل أيوب، بل أعطاه حياة وحياة جديدة وأضعاف ما كان له. بيتعامل معانا على نفس المستوى اللي احنا فيه، مش هو اللي يعني بينزل للمستوى، لا، بيصبر علينا في مستوانا الفكري ويظهر شخصه لنا. في قصة أيوب نرى إن الله أظهر ذاته لأيوب، فأيوب رد وقال له سمع الأذن سمعت عنك، بسمع الأذن سمعت عنك، ولكن الآن قد رأتك عيناي. بعد كل اللي الرب قاله، قبل ما أيوب يعطى، شاف الرب وقال يا رب أنا الآن قد رأتك عيناي. ليه في داود في المزامير وكل المشاعر الإنسانية والأسئلة في ألمه وغضبه وضياعه وخطيته وكل ده، الله في حديثه معاه، الله كان بيرسل له في خطية داود مع بتشبع، الله بعت له النبي اللي قال له أنت عملت كذا وأنت عملت كذا، فتاب ورجع وتألم وتاب توبة حقيقية، وفي كل أمور حياته كان دائما يعود إلى التوبة ويعود إلى محبة الله ويعود إلى تعظيم الله في حياته وإظهار حق الله في حياته. فبعد كده الله قال إنه شاف داود وقال إن قلبه حسب قلبي. يا جماعة عندنا حوارات مع الله في الكتاب المقدس بالعهد الجديد والقديم. في العهد الجديد المسيح سأل وسئل، المسيح سأل أكتر من 300 سؤال للناس اللي حواليه من تلاميذه والفريسيين والكتبة والمضطهدي، سأل أكتر من 300 سؤال، أوكي؟ وسئل أكتر من 180 سؤال في العهد الجديد، أنواع كتير من الأسئلة، كان بيرد وبطرق مختلفة كثيرة لكل سائل طريقة، فيجب لأنه بيتعامل مع موقفك وانت فين. اسأل الرب النهاردة، أنا مش فاهمك يا رب، عرفني شخصك، أنا شايفك إنك ممكن لو انت إله المسيحيين قالوا لي إنك مزيف، عرفني نفسك.
خلي الله يعلن لك ذاته، لأنه هيلتقي معاك ومعاك النهاردة في المستوى اللي انتوا فيه. المسيح كان بيرد بطرق مختلفة زي ما قلت، ساعات كان بيرد بسؤال، وساعات كان بيرد بتبكيت. لما جابوا له المرأة الزانية قال لهم يعني من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، وبص للزانية وقال لها أما دانك أحد ولا أنا أيضا أدينك. أوكي؟ رد عليهم بأنه وراهم قلوبهم. تلاميذه لما اعترضوا على اللي سكبت عليه قارورة الطيب دافع عنها، وجه أعينهم إلى ما هو أفضل وأعلى وارتقى بيهم. أسئلة الكتبة والفرسين قبل ما يسألوا، واجههم بالشر اللي كان بيتملكهم علشان يعطيهم فرصة للتغيير. المسيح أجاب على ثلاث أسئلة بصورة مباشرة، وأيضا حاجات تانية أكتر، لكن عايز أقول لكم الثلاث أسئلة دول سريعا. هل أنت ملك؟ لما سألوا بيلاطس قال له أيوة أنا الملك، ونعم أنا ولدت لذلك، أنا هنا على الأرض لذلك. لما تلاميذه سألوا علمنا يا رب كيف نصلي، علمهم أروع ما نمتلك في حياتنا إننا نقول يا أبانا الذي في السماوات. ولما سئل عن ما هي أعظم وصية قال أعظم وصية إنك تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحب قريبك كنفسك. دستور الحياة المسيحية أننا أرى الله ونرى الآخرين. لما المسيح لما التلاميذ سألوه عن مثل الزارع، انت ليه بتقول للناس أمثلة بأمثلة كده من غير تفصيل؟ قال لهم تعالوا يا خصتي، تعالوا أعطيكم من روحي أكتر وأكتر. النهاردة الرب عايز يعطيكم من روحه. أصلي إنك انت وإنتي النهاردة تكونوا خصته. لما تيجوا قدامه وهو بيقولك اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، مش عشان الأكل والشرب، ولكن علشان المعرفة الروحية اللي تغيرك وتربطك كده بحبل إلهي بينك وبين الله لا ينقطع أبدا. الحبل المسلوس بالآب والابن والروح القدس اللي يربطوك بيه من داخلك، فلا يهمك أكل ولا شرب، ولأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكلمة الله، بمعرفة الله، بمحبة الله. صلي واطلب الرب النهاردة وقول له يا رب علمني أسألك كل سؤال يقربني منك ويكشف شخصي، شخصك أكتر لي. صلاة ومحبة من كل قلبي أنه يومكم النهاردة يكون كله بركة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى من برنامج المرأة المسلمة.